كانت محتج وفاتي عام 1860 هذا في اسكندرية. وجود الموسيقى الأندلسية بمدينة بليدا يرجع تاريخها إلى زحوف الأهالي الأندلسية اللي جاءوا المدينة هذه اللي تناسب وتتزامن مع تأسيس مدينة بليدا، وهذا اللي كان بعد سقوط غرناطة في عام 1492. هناك كان ولي صالح لأس المدينة هذه، جاب الأهالي هذو وقطنوا في المكان اللي رانا موجودين فيه، اللي هو مكان مدعو بالجون، والجون هو اللي يعني يرجع إلى كلمة اللاجئون، يعني ديفورماسيون فونيتيك. الأهالي هذو كانوا يعزفوا يؤديوا الموسيقى يعني في المنازل تاعهم، لكن وين صبحت الموسيقى مؤسسة نوعا ما لما يعني تأسست جمعيات موسيقية اللي كانت في بداية القرن العشرين، يعني ابتداء من 1927 مع أول جمعية أسست في مدينة بليدا اللي كانت هي الجمعية الأدبية. الطبع الموسيقي الذي أنتمي إليه هو طبع الصنعاء التي تمتاز به منطقة المتيجة والجزائر العاصمة. نحن نتقاسم مع كل المدارس الأندلسية بقسنطينة وتلمسان، نتقاسم النصوص ونتقاسم الطبوع، لكن كل منطقة تمتاز بألوان تخليها تمتاز على المدارس الأخرى، لكن نتقاسم كل الأغراض الشعرية التي جاءت بها الموسيقى الأندلسية، مثل الحب، الحنين إلى الديار، فقدان الحبيب، وفقدان أيضا الديار الأندلسية. نحبوا التراث تاع الاندلس، الموسيقى الحوزي. دايوغ انا عندي بنتي هنايا في الجمعيه هذه، راهي مسجلة صافي 5 سنين هي تما. نحبوا التراث، نحبوا كامل يسمعوا، نحبوا هذا الشيء يتعمم، ولولادنا كامل الاجيال طالعين يحبوا الاندلس ويشجعوا الاندلس. كلام نقي، كلام مليح شباب. أنا تلميذة في الجمعية الأدبية، عندي 5 سنوات وأنا هنا. والدي شجعوني وأني حابة يكونوا البنات كما أنا، ونتمنى إن شاء الله نكون فنانة في المستقبل. نحن نتمنى أن الموسيقى الأندلسية يكون عندها العمر المديد بمدينة بليدا، لأن لا يمكن أن نتصور مدينة بليدا بدون الموسيقى الأندلسية. هي الموسيقى الأندلسية هي طات للمدينة الطابع نتاعها، هي طاتها كل البعد الحضاري والثقافي.